بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تحفيظ هذه الصفحة الكريمة، صفحة رقم 574، سورة المزمل. سورة المزمل، بداية نشرح الحكم التجويدي لهذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى، هو حكم مد العوض. حكم مد العوض، مد العوض هو مد في حالة الوقف، وهو عوض عن فتحتين، يعني آخر كلمة، آخر الكلمة بيكون إيه؟ في فتحتين في حالة الوصل، ويقع عند الوقف على تنوين النصب، مثل قليلا ترتيلا، فتمد مقدار حركتين. هنركز كده في هذا الوجه كله إن شاء الله على مد العوض. إلا قليلا، قليلا نصفه، نصفه لو إحنا هنوصل، لكن هنقف عليها يبقى اسمه إيه؟ قليلا. هنا برضو قليلا في الثاني، ترتيلا، ثقيلا، قيلا، طويلة، تبتيلة، وكيلة، جميلة، قليلة، جحيمة، أعزنا الله وإياكم من الجحيم، أليمة، طعامة، لو هنقف عليه لكن نرسله، طعاما ذا غصة وعذابا أليم، عذابا نفس الكلام، عذابا في حالة الوقف، لو وقف اختباري يعني، أو وقف اضطراري، مهيلة، كثيبة، رسولة، شاهدة، لكن هنوصلها تبقى رسولا شاهدا أو شاهدا عليكم، رسولا، وبيلا، شيبة، مفعولة، سبيل. كل هذه إن شاء الله أمثلة لهذا الحكم حتى يرسخ في الأذهان إن شاء الله جل وعلا. يبقى هذا هو مد العوض، فلنحفظه، وهذا الوجه مليء بهذا الحكم فضل الله جل وعلا. شرح الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، يعني يا أيها المتلفف بثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، يعني صل بالليل إلا قليلا من نصفه أو انقص منه قليلا، صل نصفه إن شئت، أو صل أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل، أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن سنلقي عليك أيها الرسول القرآن هو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والأداب وغيره. سؤال، لماذا قال الله عز وجل عن القرآن أنه قولا ثقيلا؟ يبقى الإجابة لأنه، أو لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والأداب وغيرها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن فصل بالليل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر الله عز وجل بأنواع الذكر، وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب، واهجرهم هجرا لا أذية فيه. هذا هو معنى الهجر الجميل. يبقى سؤال، ما هو الهجر الجميل؟ هو الهجر الذي لا أذية فيه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا، واتركني وإياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم. إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما، يعني في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة، يا رب أجرنا من النار. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يعني طعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته، وعذابا موجعا زيادة على ما سبق. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، يعني ذلك العذاب حاصر للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، وكانت الجبال رملا سائلا متناثرة من شدة هوله.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة بعذاب النار. فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يعني فكيف تمنعون أنفسكم، يعني فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هول وطول، يعني الأولاد الصغار الشعر يبيض من شدة هذا اليوم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يعني السماء متشققة من هوله، يا رب سلم، كان وعد الله مفعولا لا محال. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكرة يعني ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه عز وجل اتخذ. يستفاد من الآيات الكريم رقم 1 أهمية قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والصبر للداعية إلى الله. رقم 2 فراغ القلب في الليل له أثر في الحفظ والفهم، يعني وقت الليل للحفظ والفهم وقت جميل حينما يخلو المؤمن بربه عز وجل ويحفظ كلام الله جل وعلا. كذلك يستفاد تحمل التكاليف يقتضي تربية صارمة، كذلك الطرف والتوسع في التنعم يصد عن سبيل الله جل وعلا. تم شرح الآيات يعني الوجه كله بفضل الله جل وعلا، وتم شرح الحكم وتطبيق الأمثال عليه من كامل الوجه، لكن الحفظ إن شاء الله منتصف هذا الوجه إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني وليكن إلى هنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أي رقم 11 إن شاء الله جل وعلا. والآن مع التكرار مع مراعاة أداب التكرار الثلاث، ضع إصبعك على الكلمة حتى تجتمع معك الجوارح. 2 2 تفكر في الآيات بنية التدبر، والتكرار هو مفتاح التدبر كما هو معلوم. رقم ثلاثة إيش نسيت؟ اقرأ بصوت مسموع مع التغني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الرب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الرب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. طيب في الختام نؤكد على أخطاء شائعة. البعض يقرأ أولي النعمة يقرأها أولي النعمة، يعني بيكسر النون مع التجديد. هذا طبعا خطأ فلينتبه لذلك. الصحيح أولي النعمة. كذلك ننتبه للحكم التجويد اليوم، هو حكم مد العوض. الكلمة اللي بيكون أخيرة إيه؟ فتحتين، زي قليلا أو ترتيلا أو كيلا، يبقى بنقف عليها اسمه إيه؟ مد عوض. أما في حالة الوصل يتبين التنوين أو الحكم الذي إيه؟ يكون على حسب الكلمة التي تلي، إذا كان إضغام أو زار أو غير. لكن هذه الكلمة في حالة الوقف اسمه مد إيه؟ مد عوض. قليلة، ترتيلة، قيلة، ثقيلة، تبتيلة، طويلة، وكيلة، جميل. كل هذا إيه؟ يعني نتدرب عليه إن شاء الله جل وعلا. وتقرأ هذه الآيات لمدة ربع ساعة وتحفظ بأمر الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.